واش بغيتو شي حاجه صحيه ومغذيه؟ بقاو معايا من الاول الى الاخير. السلام عليكم يا احلى المتتبعين، نتمنى لكم الخير وبشركم بركه. بغيت نشارك معكم هاد الوصفة اللي طبيعية وصحية. بسم الله على بركة الله. هنايا عندي التمر مقطع كما تيبان لكم، عندي هنايا الزبيب او العنب الجاف او العنب الجاف، شديته شوية درته في المقلة، غير سخنت شوية، بحال غير سخنت شوية وحيدته كتحيد منه الرطوبة. هنا عندي القرقع او القرقع، راه كلشي تيعرفو. هنا عندي كاس ديال الجلجلان، راني محمره او محمص شويه في السخونيه. هنايا عندي كاوكاو، حتى هو كاس، حتى هويا حمرته في الفران وحيدت لي القشره ديالو. هنايا عندي اللوز، حتى هو محمره في الفران. هنايا جلجلان للتزيين، وهنا الكوك للتزيين، وعندي الشوكولاته، حتى هويا مذوبه شويه للتزيين. بقاو معايا، هادشي كلشي عاد نطحنو. شديت كاس ديال كاوكاو، غادي نطحن، ضفت ليه اللوز، اذا ما نعمرش الماكينه باش ما يداش ليا، نطحن بشي بشي، ومن بعد عاد نخلط الكل. من بعد البنات ما طحنت كلشي كما كيبان لكم، طحنوه مزيان، عاد نزيد عليه حليب. هنايا الحليب البنات 100% حليب ديال البقر ديال لي فاش لي جديد، هذا حليب جديد ماشي ديال لي سوبر مارشي. ندير 4 المعلقات، بسم الله، 2 3 4. المهم عاد نشوف حاجتي، واخا راه كي مازال كيتزاد، نشوف حاجتي ليه باش نخلطو. الحاجة اللي عاد تقدني باش نخلطو، يمكن عاد نقدر نزيد. وصفة طبيعية 100%، وصراحة أنا البنات راه غزالة غزالة، كتبدلوا علي سلو، كتبدلوا علي شي حاجة ياكلوها وليداتنا، شي حاجة لي صحية ومزيانة البنات. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الحليب بحال هكا ديال البقر، بحال هكا واخدين فيرما، يديروا غير الحليب عادي، راه غير أنايا عندي متوفر عندي دابا، الله كيشارياه. إوا قلت سمير نخلط بيه شي حاجة لي صحية 100% وشي حاجة لي مزيانة. صافي دابا عاد نخلط بيديا، صافي هو هذاك الحليب. بسم الله، تيكون سكر طبيعي وزوينه، واحد الرائحه ريحه غزاله. صافي البنات عاد نديرو كويرات، ندير كويرات بحال هذا الشكل، وعاد نفلدهم في الكوك. ديروا المكسرات اللي عندكم ديروهم، نحط هنا، نعاود نمشي الكويرة اخرى، شوف على حسب الكويرات واش بغيتهم كبار ولا صغار. هذه عاد نديرها هي السمسم او الجلجلان، راها محمر، حمرته شويه فوق النار هادئه، وعاد نحط هنا. عندي الشوكولاته البنات، راه نسيت موريتوش ليكم، ذوبتو على حمام مريم على حساب وليداتنا شنو عاد يبغيو. نمشي بحال هكا تنكمل كما تيبان لكم البنات. ها هما الكويرات ديالنا او البول ديالنا كما تيجيو، تيجيو رائعين رائعين وصحيين 100%، يتشهاهم الكبير الصغير، نعطيهم لوليداتنا في رمضان، علاش لا، نحتاجوهم في رمضان في الافطار ان شاء الله، رمضان على الابواب وعواشركم مبروكه. نعطيهم لوليداتنا فاش يبغيو يمشيو للمدرسه مع الصباح، كل واحد نعطيه واحد الكويره يفطر بها مع الصباح، شي حاجه اللي صحيه 100% ومغذيه وتنمي ليه العقل ديالو. ونتمنى لكم التوفيق، واللي اول مره كيدخل القناه يدق على الجرس باش يوصل الجديد، ودائما معكم بعض الوصفات الصحيه. يلا البنات ما تنسونيش من لايك كومونتير يا احلى متتبعين، لا فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه وعواشركم مبروكه.